المشكلة أن يقع رجل في عرف نفسي؟ أخوك أحمد ضياء الدين عبد الرحمن. إحنا جايين هنا نؤازر قضية الشيخ عمر عبد الرحمن الشيخ الأسير في سجون أمريكا. جايين نؤازر هذه القضية وندعمها، وإن شاء الله بإذن الله يعني إحنا إن شاء الله يعني هنعلن في الوقفات القادمة عن بدء الاعتصام إن شاء الله يعني بدء الاعتصام، وإن شاء الله أكيد يعني الاعتصام هيبقى في رمضان، هيبقى هنا قدام السفارة. لا ان شاء الله يعني احنا ما اعلناش في الوقفات، لكن هي الغالب ان شاء الله هتبقى في رمضان ان شاء الله يعني الغالب يعني، وهيبقى هتبقى بقى هنا عاملين صلاه التهجد هنا والتراويح هنا، كل حاجه هتبقى هنا كده ان شاء الله في ميدان التحرير. ان شاء الله باذن الله يعني ان انت ساعد الامر ما خرجش باذن الله قبل رمضان ان شاء الله نعمل اعتصام باذن الله. اخوك علاء ابو النصر. انا بس عايز اقول حاجه مهمه جدا. انا دلوقتي لما كمسلم ولاقي عالم مسلم اسير بقاله 18 سنه هيكون ايه موقفي؟ انا كابن ولاقي والد محبوس بقاله 18 سنه وبلغ من الكبير، ماذا يعني هيكون موقفي ايه ورد فعلي ايه؟ فلازم امريكا تعرف كده كويس جدا، لازم تعرف يعني 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 تقدر موقف الناس كمسلم وكابن وك يعني كاي حاجه يعني 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 عالم اسير مسلم بقاله 18 سنه في العقد الثامن من عمره، اشوفه بيموت يوميا بالتدريج وبالبطيء، انا هيكون موقفي ايه؟ لازم ترى الحته دي كويس جدا وتسارع قبل فوات الاوان، وجزاكم الله خيرا.